ويعني هم مقدرين المباراة، وهو نفسه الراجل المستغرب بيقول لك عايز جمهور كتير، وانا بقول لحضرتك الامن يقرر حضور كانوا قالوا 5000 مشجعا ده حالا في مباراة البطولة الاهلي العربية والنجم يعني محسومة الاجناني. يعني مفيش حوار عن الـ20 اللي حتى كنا الان ده الخبر. لا يبقى كلام الامن يحترم، لانه في الاخر يعني ما حدش يزعل مني، لم يقدم يعني دليل الخيرات والحاجات الا النادي الاهلي اللي قال عندي قاعدة بيانات جاهز لـ20,000، جاهز لـ20%، زي ما طبعا تابعنا انا وحضرتك وكل الزملاء الصحفيين انه جاهز، بس الباقيين خلي بالك بقى. بس ولهلك الضيف الكريم الاستاذ اسعد قال قلت ايه؟ كواليس، نقول كواليس، هناك انديه تمعن في الا تحضر جماهير، هي لا تريد حساب ولا تريد ان يظهر الاهلي السيد بجماهيره، جماهيره حماه. خلينا نقول ان كل الفرق الجماهيريه والشعبيه عندها جمهور كبير، لو بنتكلم في الاهلي وبنتكلم في الاتحاد وبنتكلم في الزمالك وبنتكلم في الاسماعيلي وبنتكلم جميل، كل جمهور عن كل فرقه عندها، وكل فرقه من حقها يكون عندها جمهورها اللي بيشجعوها. بيومين في انه لا تصل الجماهير الان او تصل في ظل الحسبه دي، والامن افضل ما يقدمه الحقيقه، يعني منظومه الامن وطبعا قواتنا المسلحه ان تظل حتى ايدها عن الموضوع لغايه لما تلاقي للكره صاحب، بنفس المقاييس اللي بيعلنها النادي الاهلي، مش عشان احنا موجودين في قناه النادي الاهلي، اللي هي 1+1=2، عندي قاعده بيانات اقدر احجز اونلاين، اقدر ابقى عندي شركه خاصه وكذا. طبعا انديه كتير شعبيه زي ما انت قلت قالت ده، اتحاد سكندري قال ده، سيد محمد مصلحي واخرين، لكن هناك من لا يريد حساب الجمهور على الهواء، من لا يريد ان يستمتع الاهلي بهذه الميزه الدائمه اللي هي ميزه الحضور الجماهيري كلها برضه. انا الحضور الجماهيري بيحرز يعني بيحلم طبعا جماهير مصر كلها في مقدمتهم جماهير النادي الاهلي. ما هو ده، فانت بتفكر زي ما انت قلت للسيد اسعد كده، ويا رب يكون لسه اتفرج عشان يعرف ان انت تقصد. الاستاذ اسعد بيتكلم ايه؟ مفيش مفاجآت بضحك يعني. لا برضه لا انا بقول لك هناك من يفكر ان الاسد قد ينزع ناب من انيابه بغياب الجماهير، لكن هيهات، الاسد هو الاسد في غابه مملوءه بالمنافسين بالمتفرجين او وحده، فسيظل سيد هذه الغابه يعني الى ان يعني حد يورينا نفسه. يعني 40 من 60 كتير قوي، 40 بطولة من 60 هي عمر الدوري. لا فارق يعني اللي يزعل منه الحقيقه بقى ما عندوش منطق يعني. طيب لو حضرتك لاحظت الاستاذ اسعد